أخبار اليوم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لشرح على ماكيت. المشروع تضمن أعمال التطوير والتي رعي في إنشائها تطبيق أرقى مستويات الجودة القياسية العالمية. وتفقد الرئيس السيسي يرافقه عدد من طلبة الجامعات والكليات العسكرية وكلية الشرطة عددا من المصانع التي تم تطويرها وفقا لأحدث النظم العالمية. معرضا للعربات المدرعة وسيارات مشروع تاكسي الشباب وسيارات نقل وتوزيع المواد الغذائية التي سيتم تسليمها لقطاع كبير من الشباب لحل مشكلة البطالة والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير فرص العمل، وكذا عربات نقل المواد الغذائية المجمدة وأتوبيسات النقل العام لأفراد القوات المسلحة والتي يتم تصنيعها بالكامل داخل ورش المركبات.